سنه. نعم. الام تاعي مريضه جدا. نعم. فيها المرض السكري، مرض القلب، وبزاف من الامراض. نعم. وحنايا قالوا لنا بلي باش نخرجوا عليها الفتره تاع الزكاه تاعها. نعم. الايام اللي تاكلهم. احنا عندنا اخوان اثنين مش قادرين على المعيشه تاعهم. نعم. والاب تاعي قسم هذيك الايام تاعهم على اثنين. نعم. على هذوك الاخوان الاثنين بصح خرجهم من قبل. نعم. ما قبل هذه هي. بغيت نقول لك اسكو هذا جائز ولا غير جائز؟ وخرجهم ماشي دراهم، خرجهم سلعه ياكلونها في اثناء رمضان. هذا اسكو جائز ولا نخرجوهم من النقود؟ يعني هي لا تستطيع ان تصوم وانتم تريدون ان لا تستطيع الصوم. تريدون ان تخرجوا كفاره انها لم تصم. هذه هي. طيب هذا كفارته أن تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، إفطار مسكين ومكانش حاجة واحدة أخرى ما قدروا نعطوهم دراهم ولا لا؟ لا تعطوهم دراهم، اشتروا طعاما واعطوه للمساكين. انظروا قرية فقيرة أو عائلة فقيرة واعطوهم كيس مثلا من الرز أو الذرة أو الطحين حسب الطعام عندكم المنتشر في الجزائر، أعطوهم إياه. نعم. يكفي لأجل 30 يوم أو لـ30 وجبة وخلاص، هذا يعتبر هو الإطعام. اللي دار عن أب تاعي اللي أعطاهم الإخوان الاثنين، جائز لهم نعطوهم الطعام ولا غير جائز؟ أولئك الاثنين هم فقراء. هم إخوانك أنت ولا ناس آخرين؟ لا، إخواني أنا، نهضر على إخواني أنا. إخوانك أنت؟ واه. أبوك أعطاهم يعني طعام عن أمك؟ سلعة، سلعة من ترينا، من طعام، أرز، كاع الشاورما يلزم للأكل. لا لا، يعني إخوانك فقراء؟ لا، إخواني فقراء، اثنين خارجين علينا، متزوجين، عندهم أولاد، وغير قادرين على المعيشة. فالأب تاعي شرا سلعة قوم كاع 30 يوم، وشراها سلعة قسمها ما بين اثنين، أعطى للابن الأول وأعطى للابن الثاني. كفارة جائز. كفارة عن غير جائز نعاود نخرجوا. لا لا، جائز. ما دام أنه كفارة عن أمك فيعتبر هو وكيلا لأمك في إعطائهم، والأم لا يجب عليها أن تنفق على أولادها، فلعله جائز إن شاء الله ما دام أنهم فقراء بإذن الله.